يجوك جماعة تانية ديل برضو بيشبهونا. ديل يقول لك البلد دي فيها ظلم، طبعا ديل بيدغدغوا في العواطف، بلد دي فيها ظلم ولازم نخرج، نخرج نسوي شنو؟ نخرج نقلبها عليهم. تقلب شنو؟ انت قايل ركشة؟ انت قايل تقلبة سهلة كذي بس؟ رسول قال لك ما تقلبها، رأيك شنو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من خرج على إمامي قيد شبر فمات فميتة جاهلية. قال ابن عثيمين في شرحه لرياض الصالحين: أي فميت على ميتة أهل الجهل، يعني أنها سوء خاتمة. سوء خاتمة أنت بتمي ساي. يقول لك يا مولاي تو ناس ما بيخوافين، ناس ما عندكم شجاعة. الشجاعة تمرق على ديل وديل مش أمرق. المروق وين؟ في المنبر. ولكن احنا نخرج ولا بد ان نخرج. تلقاها يجو عرقان المنبر، يقرب يكسر المنبر والميكروفون. سماعه دي تضرب يصلحوها، ديك تضرب يصلحوها، وانت تخرج ولابد في بيته. هالترابي لما مات ما شفنا مرق في مظاهره، شفتوا انتوا؟ تلقى الشعبيين تعبانين مارقين. شيخنا قال مرق شيخكم وين هو؟ والله ما قاعد في البيت بيحضر فينا في الغناء. يجيبوكم في الجزيرة يجلدوكم وقاعد يضحك بمزاج. كان ما قلبتوها هو ما خسران، كان قلبتوها هو يجي الكرسي بالراحة. ذهب دور الشنو؟ ذهب دور العسكري وجاء دور شنو؟ الخليفة. ما الفكيل؟ الخليفة. هو الخليفة بس يجي يستلم الكرسي. يا أخ معقولة؟ ده حزب الأمة خرجوا. حصل شفته صادق مهدي خارج في مزار؟ حصل شفته؟ ما بيخرج، قاعد في بيته. يمشوا هن يداوسوها، قلبوها بيجي بيقعد، ما قلبوها وخسران، ما خسران. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لا الجهاد حق، لما يقول لهم الجهاد بيكون شنو؟ قدام. أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبدي المطلب. تلقى قدام المعارف حق، لأنه قضية هو مقتنع بها. لكن ده اللخبة ساي. وفي النهاية يمرق يجيبوا لهم الدفارات، الناس العيون الحمر ديلك ناس رتيانين، ديل باكلون للكتمة بس. شفت ما بيجيبون لك بتاع سكر، بيجيبوا لك عساكر بيجيبوك. ديل ما بيجوا إلا في حاجات زي دي، وبيجوا ما بعرفوك. شفت البرة برة والجوة جوة. والله الذي لا إله. واحد قال لي مرة زمان في بور السودان، قال ناس الداخلية عملوا لخبة، قال جابوا لهم ابو طير نزلوهم، بس قال لهم الناس بعصي ولا مسدسات. قال لموا في الناس خشوا جوا، جلدوهم من الغرف، مرقوهم برا كلهم، خطوهم في الحوش. قال قعدوا ينقزوا في الغرف. ابو طير جوا طالب برا. ثاني جو بالبسطون ارقد، ادوا صوتين دخلون جوا الغرف، نقزوا في الحوش. ابو طير برا طالب جوا. يلا ادوها تحيه ومشوا طوالي مرقوا. يا زول انا ما اقول لك كذي، نحن والله لو دين هم يشدوك بسطونه تحتسب عند الله تعالى. لكن انت تخرج لشنو؟ يا اما يقول لك الدنيا، والله البنزين زاد والسكر زاد، تف يتف السفه ويقول لك السكر زاد. هسه حق السعود ده ما تدخله في السكر؟ كان دخلته في السكر ما بتتم، بدل نص رطل تجيب رطل، يقول لك سكر زاد، تف خاتيها وخاتي سفته. ويقول لك نحن خارجين، ديل ناس الدنيا ناس الدين. يقول لك ديل بيوالوا اليهود والنصارى، نخرج عليهم. يمرقوها برا، انت دار تقليبها ليه؟ والله ديل والوا اليهود والنصارى. كذا اطلع لك راس بيت، طلع راس بيت عاين كذا في البيوت دي اكثر شيء كثير شنو؟ يقول لك والله الحاجه زي الكوره البيضة دي، ايوه الديجيتال ده جوا فيه يهود ونصارى. انت قاعد تحضر لهم في البيت ذاته، يحضر لي جون سينا جوا وميسي تاع الكوره، ويمرق برا دار يقلبها. مالك؟ والله اليهود. وطيب ديل شنو اللي بتحضر لهم ديل؟ كلها تناقض في الناس ديل، والله الذي لا اله غيره. واحد تلقاه البنات متبرجات، تقول له ديل بنات منو؟ بنات الحكومه؟ لا لا، ديل بنات منو؟ بناتنا نحن. أهم لك مع الحكومة ما طبقوا الشريعة. طيب زول بيته 250 متر،
مساحته كلها. عنده بنتين وولدين، البنتين البنتان والولدان الأربعة دين ما قادر يطبق فيهم الشريعة. بنات متبرجات والأولاد لابسين ربع متر، أولاد وبنات ما قادر يطبق الشريعة، أربعة بس. أنت داير وده يطبق لك الشريعة في البلد جد، وما معنى هذا تبرير له ويطبقها واجب عليه، لكن أنت بتطالبه وتطبقها أول شيء. أنت لو طبقت الشريعة في ده في بيتك وداك في بيت وده في بيته وده في بيته، الأمور تقال ما بتجيها والله الشغلة دي بتمشي طوالي. قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فدير يسمون السرورية ويسمون التكفيريون ويسمون الدواعش، كلهم خوارج. مين علي الجزولي ده تلقاه لابس له شال أسود وهايج في المنبر، قال إنها شجاعة. والله أنا أتعجب من الناس العاملين في أشياء أهل شجاعة ويتكلموا في الخروج لك. وهذا الحاكم ثم إنه في هذه البلاد حتى السواسيو صارت جيعانة. ما على السواسيو؟ والله الموية قطعت بسبب الناس ذيل، والكهرباء مشوف الطرمبات بتاعتها ترجف كلها قديمة، والشنو ايوه، والجامع عمرك برا متكيفين. ما يقول لك شجاع شجاع الزول ده ما بخاف. تعال مسك وقول له حكومة سألتك؟ لا لا، البلد فيها ديمقراطية. أي زول يقول كلامه يبقى ما شجاعة. أنت إذا أي زول يقول كلامه، أنت تكلمت في كلام ما في أصلا مشكلة، صح ولا ما صح؟ خليه من ناحية دينية، من ناحية دينية فيه مشكلة. أيوه، تعال مشي الجامع البجاي، جامع فيه رايات خدر والعكاكيس قاعدة، والسبح الألفية الجلدة بها حارة قاعدة، والناس قاعدين، والسيخة بتاعت المنبر قاعدة، قول لهم الله واحد وما تنادوا الشيخ، وده من الشرك، وضيعتوا الحقوق العظيمة حق الله تعالى وهو التوحيد. قول لهم مش هناك، والله أقول لك ماله وماله ده الجهرة بتاع المشاكل سايف. أنت ما شجاع، شجاع دافع عن الله أول شيء. انت بتتكلم في الحاكم ما بزول بيسالك، بل الناس بيحترموك. انت مرق برا بتاع الركشه يقول لك والله شجاع مولانا اركب اركب كر، لكن كذا تتكلم في التوحيد في بتاع ركشه بيركبك يقول لك وهابي وهابي تكره النبي يخليك ذاته وبيمش منك. دي الشجاعه هنا، دي الشجاعه دي. تتكلم لي في الحاكم ما بولد ما بيسالك الحاكم، مش تتكلم ما بيسالك، تقعد دي الشجاعه. جلابته نظيفه وجل عمته نظيفة وراكب برادو، يقول لك هؤلاء لهم علاقة بالكفار. برادو دي صنع عليك من صنع عليك مسلم؟ والله دي صنع عليك كافر. كويس، جلابتك ذاتها صنع عليك منه؟ والله كفار. أيوة، نظارتك دي سوى عليك منه؟ كافر. بيتك دي عمارتك دي عمل لك منه؟ كافر. ماسورة صنع منه؟ كافر. طريقتك دي كلها ماسورة، كلها لخبة ساي، والله الذي لا إله، كلها لف ودوران في نهاية المطاف. فدي ما شجاعة يا ناس. لو الشجاعة الكلام في الحكام كان يتكلمنا، لو ده الدين والله كان يتكلمنا. وأسي لو يتكلمت ما بزول بيسألك، ما بيسألوك، لكن خالفت الشريعة. لكن تتكلم في التوحيد الناس بتكرهك وبتبغضك، وده بيجاي بنفذك وداك بشاكلك. فدي جماعة منحرفة. جماعة أخرى تنتسب إلى السنة، وهذه الجماعة يحاربون المنهج السلفي، وإن ادعوا أنهم على السلفية. والله الذي لا إله غيره، واحدين يقول لك مركز عام، رئيس يكرم الصوفي ومش للصوفي في محله، واحدين بيجاي جمعية رئيس يقول أنا ورئيس المركز العام ده في إخاء ونعمل سويا في محاربة البدع، وده ذاته مبتدع. رئيس ذاك اللي بجنبه ذاك بيغادي يقول لك إصلاح، نائب الرئيس نفسه في المنبر يخالف المناهج السلف، يرد على الحاكم. وللأسف أنا أتعجب في هؤلاء. تقول لهم أنتوا سميتوا بالأسماء دي ليه؟ يقول لك تميزا من أهل البدع. الأصل أن نتسمى باسم المسلمين واسم الإسلام وكذا، تميزا من أهل البدع تسمينا بهذا الاسم. بعد شوية يجوا
اتلموا مع اهل البدع. تقول له انا الكلام ده كيف؟ يقول لك تعاون. طيب انت ما قلت انا متميز منه وداني جابك ليه وشو؟ بعد شويه يقول لك ديل شتموا العلماء وما تركوا العلماء وهؤلاء اساوا للعلماء. طيب تتعاون معانا؟ لك لا 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 انتوا كعبين. طيب اهل البدع سامحين؟ والله ديلك كعبين لكن من يتعاون معاهم وانتوا ما من يتعاون معاكم. ايوه تكلم في السروري الفلاني صاحب قناه طيبه عبد الحي يوسف ولك السروريه نحن ماذا المظهرون. بعد شويه تتكلم في منو؟ في سلفيين ولك ديل جماعه ديل واحد ده ما عنده ادب والثاني ذاك ما خلى عالم. واحد في منطقه وجمدني قال لي قلعت العرش عديل ما خليته فيها عرش خليتها فاضيه ساي. قال لي قلت له تعرش يا شيخنا ما قلعنا ولا اي شيء ما خليته العلماء ما خليته كذب ولا ما المنون اللي تكلمنا فيهم كلام كثير ونحن ذاته نحن ذاته ما حزب. افهم الكلام ده نحن ذاته ما حزب ولا شرط تبقى معانا ابقى مع الحق ونحن ذاته بنرد على بعض بلخبط يرد على بعض ما في اي لخبطه. ولو فينا واحد قال لو فينا واحد قال نحن السلفيين في البلد دي برانا كده ده كلام باطل رضي من رضي وغضب من غضب. وفي غيرنا سلفيين وقد يكون بيننا وبين الردود في مسائل لا تخرجهم عن السلفيه ولا تخرجنا عن السلف. افهم الكلام نحن ذاته اللي بيتحزب لواحد فينا ده ذاته مبطل. افهم الكلام كويس. فابقى حر ندعو الى الحريه في جانب الاحزاب وان تكون عبدا لله سبحانه وتعالى وان تكون مستقيما على دينه وان تتعلم العلم النافع من الليله لما تموت ما تجي تقعد في الجامعه هنا بدل ترجع زول تمام مرق من بيته ما تابع لاي حزب يعني كان في خير يجي هنا يخش له في حزب مالك خشيت يقول لك نحن عارفين الجماعه دي لكن تراهم بعدين بيوظفونا وامورنا بتتسهل وشغلتنا بتمشي. وظفك ده والعقيده عنده والامر عنده كلام كله باطل. خليك حر حتى تلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنك وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم.